عدو جه. طب معانا الزميله ايمان التوني من امام الاتحاديه. ايمان اهلا بيكي، صفي المشهد الان في الاتحاديه ورد فعل قصر القبه. ايمان. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ما هو المشهد في قصر القبه؟ دلوقتي انا موجوده في قصر القبه، والمشهد عند قصر القبه ينقسم الى قسمين، الداخل والخارج. خارج قصر القبه وعند البوابه الرئيسيه يتجمع المئات من المتظاهرين المعارضين للرئيس الدكتور محمد مرسي، رافعين اعلام مصر ويهتفون ارحل، وايضا تتوافد اليهم المسيرات من على كوبري الفنجاري وعند محطه المترو مترو الانفاق. يعني كلما ياتي يصل قطار مترو الانفاق تنزل منه مسيره بالعشرات، يعني تهتف ارحل وتتجه ايضا الى البوابه الرئيسيه. امام البوابه الرئيسيه لقصر القبه ايضا يوجد عدد من خيمات الاعتصام لمعتصمين لا ينوون مغادرة أماكنهم حتى تنتهي المهلة التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة. أيضا كان حدث يعني حادث طريق عارض أمام البوابة الرئيسية لقصر القبة، طبعا لا علاقة للقصر بها تماما، هي كان حادث عارض، اثنين كانوا ماشيين بيعدوا الطريق وحصل لهم حادث، وأنا رأيت الخاتين ملقيين على الأرض، يعني لا أعرف مدى يعني صحتهم أخبارها إيه. هذا خارج القصر القبة. أما في الداخل فالإعلاميون والصحفيون ينتظرون عقد المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة. هل لديك أي معلومات عن فحوى هذا المؤتمر الصحفي وماذا سوف يجيء فيه؟ لا، هو اعتقد انه هيكون يعني حسب يعني متاح لنا ان هو هيكون للرد او لتوضيح موقف الرئاسه بعد بيان القياده العامه للقوات المسلحه، وهذا المؤتمر ايضا يتزامن يمكن مع مؤتمرين صحفيين اخرين في نفس الفتره، احدهما لحركه تمرد في ميدان التحرير ومؤتمر اخر مرتقب لمكتب الارشاد لجماعه الاخوان المسلمين، ربما يكون في رابعه العدوي. نعم، شكرا للزميله. هذا هو الموقف في الداخل وخارج. هنرجع لك تاني ايمان، شكرا. نطلع فاصل لأذان العشاء ونعاود التواصل بعد أذان العشاء.